وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي مبارك العاتي. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وبداية، لو توضح لنا أهمية القمة العربية 32 في مدينة التي تقام في مدينة جدة السعودية، وخصوصا أن هذه القمة سوف تشارك فيها جميع الدول العربية. أسعد الله جميع أوقاتك. بالفعل كما تفضلتم في تقريركم، تعتبر القمة التي تنطلق غدا من أهم القمم العربية بسبب المتغيرات الإيجابية التي تشهدها المنطقة العربية، وبسبب أيضا التحولات الكبيرة المرصودة في المجتمع الدولي. بكل تأكيد أننا نعول كثيرا على القمة العربية لأنها في ضيافة المملكة العربية السعودية، وتتزامن أيضا مع الدبلوماسية السعودية النشطة التي تمكنت من تحقيق اختراق في العلاقات السعودية العربية الإيرانية، كما تمكنت من تحقيق اختراق في العلاقات السعودية العربية التركية، كما أيضا نجحت في إعادة سوريا لمحيطها العربي، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أيضا أن هذه القمة تأتي في ظل متغيرات تشهدها الملفات العربية. بكل أسف اليوم يضاف لها الملف السوداني الذي شهد شراكا مهما من الدبلوماسية السعودية لعقد مشاورات بين الأطراف المتنازعة في السودان في جدة، مما يعني اليوم أن أمام القمة العربية العديد من الملفات التي تشهد انفراجة في ظل وجود أيضا ملفات لا تزال قيد المعالجة، كالملف اليمني الذي يحقق انفراجة سياسية، الملف الليبي الذي يحقق انفراجة سياسية، أيضا في ظل وجود فراغ رئاسي في لبنان، في ظل وجود قصف إسرائيلي وتصلب إسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. هذا يعدد الملفات التي ستنظرها القمة العربية، يضاف إلى ذلك أيضا الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي هي اليوم في صدارة الاهتمام السعودي والاهتمام العربي، نظرا لأن الاقتصاد اليوم أصبح يقود قاطرة العلاقات العالمية، فما بالك بالعلاقات العربية التي تنتظرها مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري. نعم أستاذ مبارك، يعني ما هي أبرز التوصيات التي من المؤمل الخروج بها من هذه القمة العربية؟ بالتأكيد أن القمة العربية كما قلت ستناقش في مزيد من التفصيل معالجة الملف السوري الذي يعني حصل على توافقات عربية، كما أنها ستدعم الجهود السياسية التي تبذل لحل الملف اليمني الذي يشهد انفراجة كبيرة، كما أنها ستبارك قضية العلاقات السعودية الإيرانية، ستشكل فريقا أو لجنة عربية لمتابعة الملف السوداني، أيضا قضية العلاقات العربية العربية كالعلاقات الجزائرية المغربية أيضا ربما تشهد تقدم كبير في هذا المجال، إضافة إلى قضية الاستثمارات والتعاونات الاقتصادية العربية أيضا ربما تكون لجان اقتصادية في سبيل معالجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية، تنمية الاستثمارات المتبادلة ما بين الدول العربية، إضافة إلى الملفات التنموية والاجتماعية التي ستشهد مزيدا من يعني البحث والدراسة والتأييد من أصحاب الجلالة والفخامة وسمو قادة الدول العربية. نعم، من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.